يا صباح الخير على كل الساده المشاهدين اللي بيشوفونا. يوم جديد، نهاركم سعيد. النهارده 10/3/2014، احنا موجودين معاكم على مدار ساعتين على الهواء مباشره، ومعانا فقرات كتيره جدا متعلقه طبعا بالحياه السياسيه في مصر والحياه الاجتماعيه. هني في البدايه صباح لايمان، ونرجع نستعرض مع حضراتكم الفقرات. صباح الخير يا ايمان. صباح الخير يا دينا. صباح الخير لكل مشاهدينا. طبعا اهم حاجه دلوقتي موجوده على الساحه ان السيسي بكره ان شاء الله هيعلن استقالته رسميا تمهيدا لترشحه لرئاسه الجمهوريه، وكمان هيبقى في اجتماع مع المجلس الاعلى للقوات المسلحه لاعلان وزير الدفاع الجديد. ومعانا وفي حاجه كمان مهمه جدا يا دينا، في اتفاق بين الحكومه وبين النقابات العماليه لوقف الاحتجاجات والمظاهرات لمده سنه، واعتقد ان دي هتكون حاجه مهمه بعجلة العمل للعمل. نتمنى طبعا هو حق زي ما بنقول الاضراب مكفوف، اوكي، بس الفكره نفسها ان احنا نسمع المطالب الناس دي، مطالبهم المشروعه، وبعد كده نتفق مع بعض، ومن خلال دي فعلا عجله الانتاج هتمشي. بس اهم حاجه ان لازم يكون العامل حاسس باهميته، وفي نفس الوقت يكون المطالب المشروعه ويتم. عايزين نسال حضراتكم الفقرات، ويمكن معانا النهارده صحفيه جريئه جدا واسمها إسراء الشرباسي، وهي صحفية بجريدة اليوم السابع. الموضوع في منتهى البساطة انه مش بسيط طبعا، بس انا بتكلم سريعا عن رأس الموضوع نفسه، ان في اكتر من 500 أسرة بتسكن غرف سرية ببطن كوبري عباس اللي بيربط ما بين المنيل والجيزة. وفي الغرف دي بتتم ابشع انواع الجرائم من اغتصاب وخطف وتعاطي المخدرات، وبتصل كمان لابعد من ذلك. كل هذا طبعا بيتم في غياب الامن، لكن الصحفيه الجريئه اللي معانا النهارده هي قدرت ان هي ترصد المشكله دي او ترصد الجرائم دي بالصوت وبالصوره من خلال فيديوهات كتيره جدا. فهتكون معانا النهارده الصحفيه الجريئه، وهي زي ما قلت اسراء الشرباسي، وهي صحفيه بجريده اليوم السابع. كمان هيكون معانا فقرة مهمة جدا لكل الشباب، طبعا في بداية الحياة وبداية الشباب لما بيبدأوا ان هم مقبلين على الزواج بيبقى في مشاكل كتير جدا، ما بنعرفش ازاي نختار شريك الحياة الصح او بنختاره صح، بس بيبقى في شوية مشاكل بينا. النهاردة هيكون معانا استاذ احمد وجيه، مؤسس مبادرة اتجوز صح، وهيكلمنا على كيفية الاختيار والزواج الصحيح. كمان هيكون معانا فقرة مسجلة مع زميلنا اشرف، وهي هتكون مع اللواء مهندس طارق سعد الدين، هو محافظ الأقصر، ومتهيألي هيتناول معاه أشرف الكثير من النقاط المهمة اللي بتهم مصر في الفترة القادمة، ومتهيألي ملف السياحة وهو من أهم الملفات اللي موجودة على أجندة اللواء مهندس طارق سعد الدين، ودي هتكون فقرة في آخر برنامجنا مسجلة لزميلنا أشرف. النهاردة هيكون كمان معانا طالبين متميزين جدا من طلبة كلية هندسة عين شمس، هيكون معانا الطالب باسم أحمد وطالب محمد حسن، منظمين مؤتمر رحلة عقل، ده تكريم لشباب المتفوقين. وهنشوف النهاردة ايه هو المؤتمر رحلة عقل وليه بيحصل تكريم للشباب، كل ده هنتابعه من خلال الفقرة. بس هنطلع دلوقتي الفاصل سريع ونرجع لكم مرة تانية.